أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة من ليبيا فضيلة الشيخ تسأل عن حديث إن المؤمن إذا عاد أخاه المريض ودعا بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات عوفي من ذلك المرض. والسؤال يبقى: هل يدعو بهذا الدعاء سرا أو جهرا أثابكم الله؟ نعم، هذا ورد الدعاء به للمريض عند زيارته وبهذا العدد المذكور، سواء جهر به أو قاله سرا لا بأس بذلك، مخير الحمد لله.